الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس الخامس من كتاب الدرة البهية النظم الأجرمي للشيخ يحيى بن نور الدين العمريضي رحمه الله تعالى باب علامات الإعراب إعرابك علامة دي سباب كي كان لهذا محل ومبحث عشر كيشانات كتاب كي الدرة البهية النظم الأجرمية إيوالي في شرف الدين يحيى ابن نور الدين العمريضي رحمه الله تعالى وحن رب الله باب علامات الإعراب إعرابك علامة دي سباب كي كان لهذا محل ومبحث للرفع منها ضمة وون ألف كذاك نون ثابت لام حذيف فضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء العبدي وجمع تانيث كمسلمات وكل فعل معرب كياتي والواو في جمع ذكور سالم كصالحون هم أولو المكارم كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء أب أخ حم وفو وذو جرى كل مضافا مفردا مكبرا وفي المثنى نحو زيدان الألف ونور في المضارع الذي عريف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال عشر كيشان الكتاب كي الدرة البهية النظم الأجرمية للعمريد سوماليد عقتيدنا مشهور كو عميريد باو علامات الاعراب اعرابك علامتي سباب كي كان هذا محل ومبحث للرفع قد وحا اسغنا منها من تلك العلامات علامتها حقد ضمه باو اسغنا واو واو باو اسغنا الف والف ني الف كذاك سدا سو كلنا نون نون تاسو ثابت سغنا من حذيف من قعن معها للرفع قد وحا اسغنا من تلك العلامات علامين كحقود اربعه اف مره واحد للرفع قد وحا اسغنا منها من تلك العلامات علامتها اعراب كحقود ضمه با اسغنات ضم واو يا واو الف والف يا الف نون نون كذاك سدا سو كلا كذاك سدا سو كلا نون 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 تاسو ثابت سوغان لا من حذيف مد قعن ماها فيرها رفع عفر بيدكت ضميه واو يا الف يا نون وهذه عفرت ضم اصلا صدحا كلا واو يا الف يا نون وحي نائب كين ها ضم وكاستو لغه العربيه غدن او معربنا عفرت مد بي كو غدي عفرت هذه لو ما غدنا هاكا شكل للرفع غد وحا اسغنا منا من تلك العلامات علامتها حق ضمه با اسغنات واو يا واو الف والف يا الف كذاك سدا سو كلا نون 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 تاسو ثابت سغن لا من حذيف مد قعن معها فضم في اسم مفرد كاحمد فضم ضم في اسم اسم دحيبات اسم ياسو مفرد مفرد وذلك كاحمد دي كاحمد وضروره الشعر كضروره النظم قوي كاحمد وي كاحمد فيرا ضم بوصس كي دكتيبو رواين وكاد فضم ضم في اسم الاسم الدحيب اسم ياسو مفرد مفرد لكلية وذلك كأحمد وجمع تكسير ججم تجمع كجاء وحيم العبد أضمه وجمع تانيث لدقين تجمع وذلك كمسلمات وكل فعل وفي كل فعل فعل لما أنت فعل فعل كاسو معرب لا إعراب وذلك كي يأتي فيرا هذا ضم عفر بوص به دكتي اسم مفرد جمع تكسير جمع نصار فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء اسم مفرد محاله مركب باب كل جو باب معرفة علامات الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من أسماء الخمس سيدا جاء أحمد جاء فعل ماضي من عرفة الله محله من الإعراب أحمد فاعل جاء مرفوع أحمد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره جمع تكسير ما تغير فيه بناء مفرده بل ما تغير فيه بناء مفرده مفرد كيسد اسمه سوى دورسو
جاء الرجال رقيبا أما جاء العبد بكوه مثال جاء فعل ماضي من عرفة لا محل من العرب ألا عبد فعيل جاء مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر جاء ما نسأل محلا ما جمع بألف وتاء مزيدتين مفرد في سألف يتاء زيادة على الغدر مسلمات مسلمات مؤمنات مؤمنات جاءت المسلمات جاء فعل الماضي مبني عرفة لا محله من الإعراب وتاء علامة أنثى المسلمات فعل جاء مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أضم الظاهرة نقطه من قدر الله فرق يضرب أضم ذي ظاهرة يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجازم علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يأتي أضم ذي مقدرة ويرمي وكا يأتي فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجازم علامة رفع ضمة مقدرة عليا من عمد ولا أثقل فضم مركز ضم أفر بوص بيدكت اسمي مفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالك فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أفرته وحلوق ذا ضم ضم ذا مظاهرة عن نقطة المقدرة لا فرق فضم ضم في اسم اسم دحيبات اسم قاسم مفرد مفرد وذلك كأحمد جاء أحمد وأحمد بايم وجمع تكسير جمع تجمع عيد وذلك كجاء وحيم العبد أضامه جمع عبد جمع عبد أعبد جاء وحيم العبد أضامه بايم بعده وجمع تانيث الذي كان تجمع عيد وذلك كمسلمات وكلو جاءت المسلمات وكل فعل وفي كل فعل فعل لما أنت فعل كاسو معرب لا إعراب مبني وإسكسر وذلك كيأتي وي والواو في جمع الذكور لبك جمع سدحي سيئات جمع السالم النبات قلي وذلك كصالحون كوي ولاكسنا هم يقول المكارم شرفك وصاحبه والواو في جمع الذكور لبك جمع سدحي سيئات جمع السالم النبات قلي وذلك كصالحون كوي ولاكسنا هم يقول المكارم شرفك وصاحبه كما أتد ووذي سيدي أتمن في الخمسة شانتي على أسماء 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 الخمس وهي أسماء الخمسنا التي مدي وهي تأتي ما نيس على الولاء حرير كرك أبوي أخوي حموي أبن أبو أبوي أخو أخوي حمو حموي وفوي وذوي جرى وضرر كل من الأرض مضافا حاليا من الله إضافي مفردا ومفردا مكبرا لويني فين حد وهنا الله بباس بيدكت وها لبا بوس بيدكتي جمع الذكور السالم جمع المذكر السالم بالغوا يا اسماء الخمس جمع المذكر السالم ومحات جمع المذكر السالم وحال ما دل على اكثر من اثنين بزياده الواو والنون في حاله الرفع ويا والنون في حاله النصب والجر ووحي تسي لبا كبد مفرد كي بعد وحات كدري واو يا نون حاله الرفع زيد واو يا نون كدر وحو نقرا زيدون صالح صالحون لبا لغا بنيان جمع مذكر سالم من صدح المجد علم للمذكر يا صفة للمذكر علم للمذكر وزيد وكل زيدون صفة للمذكر ومسلمون يا مؤمنون تلمان باكجر بوسك اللبادي وودكت واسماء الخمس اسماء الخمس مركا شروط بينه شروط عام له يا شروط خاص له اسماء الخمس ورت وابوك يا اخوك يا حموك يا فوك يا ذو مال ولماذا قال بهنوكي قدره لكن لسكم وافق والنقص في الأخير أكثر أوليد وهنوكي سادس الأسماء ملحة يقول لي وحوقة سلامت اسكو يرد عين بالي ويرفع الحمامة لي ويرقع ويقول سلامت واقوم وهناك هاي ناس مدينش سوى نمتفع بهاسو قلتني وهنوكي شيء قوي سادس الأسماء أسماء دو اللي حقوية إذا كانت قاعدة مرك ووي لوا بوس بيدك تجمع مذكر وسالم أسماء الخمسة مرك هنوك إنا لغو دارين بحراجة لغو دارين ماي شانتا كلو أبوك أخوك حموك فوك وذو مال شروط عامة يا شروط عامة علماء قال أفر بيكني مفرد دورتينيه مثنية جمع أبواني أبا ولي أبونا الله ما أقول أبواني هذه النقطة هذه مثنية النقطة وإحنا مثنية الإعرابة النقطة أباؤنا جمع تكسير حركة على العراق مفرد بالرها مكبر على الرها إني وين مصغرة بحيث أبيون أبيرو جاء وحي أبيون أبيرو أخي ولا ليرو لما أقول مفرد مكبر مضاف إلا إضافة فإن أفردت على الإضافة
وعلمت بالحركات الدائرة ومطبق مثل سواد جنس هذه إضافة لغة جوي حركة ظاهرة لا وله أخ جاء أخ بعي أخ فاعل جاء مرفوع على مترفع ضمة ظاهرة النقلش إضافته لغير يا المتكلم يا المتكلم يا الله إضافة أبي لما أقول إن الضمة مقدرة إنه إعراب مقدر النقلش مركو على مفردة مكبرة مضافة إضافته لغير يا المتكلم وشروط عام صدح ومتن وكل شيء عمريد علماء قال راح يقدر غير منصوب للياء يا إن الله تيرين أبوي يا أخوي أخوي لا مقبل أبوي أبل يا أخوي لا مقبل شان شرطي بعام كنا قناع شروط خاصة فوق هل شرطي أو خاص يريده أن تكون خالية من الميم ميم من إنه فهم لا مقبل دون شروط خاصة وإن الله إضافة إلى اسم جنس ظاهر ذو مال يذو علم يا الله والواوودي في جمع الذكور لبك جمع سدحي سيئات جمع سالم النبات قال من التكسير كالنبات قال ملحقات بون إليه جمع الكرسال وذلك كصالحون كيوان أكثر هم يقولوا المكارم شرف تقوه صاحبه هذا صالحون وجمع المذكرسال مع علم لمذكر بابس واصفة لمذكر واصفة المعنى كيوان أكثر أرونا وملحة أرونا وغيذنا لما أغري والقرى يكتب ولا يضاق باله أولو لهمس وأولاة الأحمال القرآن قال قرآن أرتب باللغة وأولاة منها وأولاة ووغا علامة باسا كما أتت سيؤتمد هي وودي بعدها دهالكا كما أتت سيؤتمد هي وودي في الخمسة شانتي دحذي شانتي على أسمائي أسماء ذاي وهي أسماء الخمسة التي مدي وهي تأتي إيمانيس على الولاء حرير كرك أبو ويجب واقعيك وحيرس أبو ويجب أبو أخو والالوي حمو سيدي وي وفو فوق أفكار وي وذو جرى ودريرات ودريرات وصعد كل من الأركوب من المذكورات أبو أخو حمو فو ذو مضافا حالي عين من اللي إضافي أبوك أخوك حموك فوك ما قرأت إن هذا وحنجونا حالة رفع موت مضاف شروط عامك وكذا مفردا حالي مفرد مثنية جمع بابح جمع بحنا وجمع مذكر سالم جمع تكسير جمع نصار من نقدان مكبرا حالي من لوين مصغر باب إضافته لغير ياء المتكلم وفي المثنى مثني نحذي سواها هذا الألف هذا سب الألف بالو كذا نحو زيداني زيداني وحي الله ماذا مثنى محاله ما دل وحي توصي على اثنين أو اثنتين بعدين على اثنين اللب اللب هو زيداني خالداني محمداني علياني أو اثنتين اللي بنددك فاطمة تاني ما قرر اللب أمبا امرأة تاني ألف بالوقة بزيادة الألف والنون في حالة الرفع بعد هذا الجوكتها ألف يواب مفرد في كل زيادة نس شروط بيسوي له ويربى وفي المثنى مثنى هدحي سوى هذا الألف وألف وذلك نحو زيداني زيداني وحي الله مذوي والنون النون في المضارع مضارع الحسيات الذي مضارع عاصو عرف الله أقوص يفعل أشيخنا وحديد لهلك هلك أنا وكلام أشياء وجع بيفعلاني تفعلاني أنتما ويفعلون تفعلون معهما أصبوا يرغمك وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال ولقد بمير حرتي وقف قبرنا اليوم ماشي لو ذبحه بيفعلان ويسمعين عن لبذين مغنيد تفعلان لبذين ننجوك تاسمعين أنتما لبذين أنتما لبذين دم ويفعلون رق مغنابا سمعين تفعلون رق ننجوك معهما كوا لجركو ذات سمعين وتفعلين حليم مدحوين واسمعين قولين تلسوا شو هذا إنا هالكلقة هيدو شيخي سوكسو قوري إيا إنا مدن بادن هيدو علماء ابتسي أهيد به وتفعلين حليما مدحويني وديجا وتفعلين واتسمين وهلويني مبالا أهلا ترحمين واظن حريصا حالي حالك واشتهرد ويشورو ذي أفعاشا بالخمسة الأفعال أفعاش شانتاي أمثلة الخمسة والأوزان الخمسة ولمن هو حافي عني لو مبقى أمثلة الخمسة أفعال الخمسة واللقي في عين لكن وحين مشهور كنت أفعال الخمسة أفعال الخمسة محال لغة في عناد روحة باللغة هذا أفعاش شانتاي
وحو أم لين أفعال شرع مد بمدح بناي مرأة وهل فعل مضارع عشان مثال أما أسماء الخمسة وعشان كلام مدح بنا أبو وأب وأقول أخو ولا إعراب ما كده حي مد بوحطو سنة وأقول كوا وحوي يفعلان يتفعل لما أنت وافعل مضارع والنون اللي موجود وهل فعل مضارع لكن وحال حيل سي ضمير التثنيه يا ضمير الجمع يا ضمير المؤنث المخاطب سي اهانا لكنه مركي وا ما نونو لغا حدلاي سو لما دانو كو هل بوس بودي وا ون هل بوس مقت وا ما نونو فتكون علامه للرفع في الفعل المضارع الذي اذا اتصلت به ضمير تثنيه او ضمير جمع او ضمير المؤنث المخاطب صباح مركي وحا لديدي للمبتدئين ددك بلوغا اني يفهمان أفعال شم أو بأعيانها بدنا كلام ملح بنا ما وهل فعل مضارع عشان مثال وفي المثنى مثنيه دحيس الألف وفي المثنى مثنيه دحيس وحاء هذا وخبر مقدم الألف باهات ألف ومبتدا مؤخر وفي المثنى مثنى دحيس وحاء هذا الألف ألف أي مرفوع بالألف بالوجود نحو زيداني زيداني وحلم ذوي والنون النون في المضارع مضارع دحيس بيان الذي مضارع عرف لو غرت بيفعلان لو غرت يفعلان لبدي مغريت با سمين تفعلان مرك يفعلان فعل مضارع مرفوع علامه رفع بثبات بثبات ولا بثبوت ولا بوزن بثبات بثبوت والف التثنيه فاعل مبني على السكون في محل رفع بيفعلان لبدي مغريت با سمين تفعلان لبدي نجوت ايا سمين انت با لبدي ويفعلون رقي مغنا بنا با سمين تفعلون رقي نجوت معهما كوا لجيركو وتفعلين حليما مدحوين واد سمين وهل قبل ترحمين وحظن حريصا حالي حالك واشتهرت ويشهرودي افعاشا بالخمسة شانتي الافعال افعاشا بافعال الخمسة طيب والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك